هذا الكلام اليوم، يعني سجلنا يمكن تقريبا 3 أو 4 حالات عبث في شلفة ولي العهد، وايضا في سيف كاس النادي وشلفة ولي العهد وسيف الملك، يعني هذه اللي اعلنت حتى الان، في تراجع كبير وملحوظ الحمد لله. كيف تشوفون هذا التراجع يا اخوان ابو محمد؟ اكيد هذا في التراجع اللي احنا نشوفه اللجان الطبية ووجود الأجهزة الجديدة الآن اللي تكشف أي عبث أي عبث، يعني اللي بتشارك ترى قدامك أجهزة جديدة ما هي بحقة العام، انتبه. فقل العبث، وزي ما قال أمس ضيفنا أنه ما يدري حاصرتوها مثل العلاج، حاصرتوا المرض، مرض يتحاصر يتعالج، حاصرتوه. أذكر حالة يا أبو فيصل، النسخة الرابعة في كأس النادي أحد المشاركين فقط عنده 18 حالة رصد عبث، مشارك يعني مشارك ما سلم إلا ثنتين من العشرين. زين، النسخة هذه المجهيمة الآن انتهت، ننتظر بس إحصائية بيرق المؤسس. هذا انتهت بجميع فئاته، يعني ما في إلا 4 حالات يا أخويا، أربعة مشاركين اللي تم رصدهم بس فقط. هذا دليل على أن الأجهزة والتقنية الجديدة هذه، والوعي معها، ليش ما يكون الوعي؟ وفي وعي ايضا، في وعي، الوعي قبل كل شيء. الوعي اعتقد ان الوعي هو الاساس، ثقافه المشارك. بالنسخات الاولى كان في قله وعي والفحص قبل الشراء، نعم قله وعي، لكن الان كل الوسائل حضرت له، يعني ما عليه قل يعني معلومات، سواء بالمعلومات او في الكشف الطبي، وجدت اللجان، وجدت اللجان الكشف الطبي، ما عاد أحد يعني ينغش، كل إنسان فاهم شغله، كل شيء مهيأ، كل شيء مهيأ. أبو زايد،